تضخم البروستاتا الحميد ده كان مشكلة جراحية كبيرة. ابتدى مع تقدم العلم الجراحة أو الفتح تحول إلى المناظير. المناظير دي بيخشوا زمايلنا دكاترة المسالك من خلال مجرى البول وبيشيلوا مجرى البول وما حواليه من الغدة المتضخمة عشان يدوا سكة للبول إن هو يعدي من مجرى البول. دي الحقيقة كان العملية دي عملية كان الناس كثيرة بتحجم معانا عشان فيها ساعات بعض المضاعفات، لحد ما جت الأشعة التدخلية حلت لنا هذه المشكلة. احنا بنعمل ما يسمى العلاج بالقسطرة الشريانية لشرايين البروستاتا أو لتضخم البروستاتا الحميد. احنا بنخش بقسطرة رفيعة جدا، القسطرة دي عبارة عن أنبوبة دقيقة حجمها حوالي 2 ملي. نخش من شريان الفخذ اليمين لشرايين الحوض ونعمل خريطة شريانية كاملة ونشوف نحدد الشريان اللي بيغذي البروستاتا أو بيغذي البروستاتا المتضخمة، وبنخش بأساطر أكثر دقة علشان نحقن حبيبات دقيقة جدا في شرايين البروستاتا المتضخمة. لما الدورة الدموية بتاعت البروستاتا بتقل تبتدي البروستاتا تنكمش أو تصغر، وبالتالي ضغط البروستاتا على مجرى البول بيقل. تبتدي الأعراض اللي بيشتكي منها المريض من صعوبة التبول وكثرة عدد مرات التبول صباحا ومساء والحرقان وما إلى ذلك يبتدي يخف. حقيقة علاج تضخم البروستاتا الحميد بالأشعة التدخلية عمل ثورة كبيرة جدا في علاج تضخم البروستاتا، لأن احنا إن معظم مرضى التضخم الحميد مرضى كبار السن، البنج الكلي فيهم فيه صعوبة، وخاصة لو عنده مشكلة في القلب أو مشكلة في الضغط. كمان المريض ما عندوش أي فتحات جراحية بعد هذا الإجراء، فبالتالي بيروح بيته بعد 5 إلى 6 ساعات ويقدر يمارس نشاطه بعديها بفترة صغيرة. احنا بنتابع المريض نشوفه بعديها بشهر عشان نتأكد ان حجم البروستاتا بيصغر وان الأعراض ابتدت تقل، والأعراض بتقل بعد شهر وتبتدي تقل تدريجيا لحد ما الأعراض تختفي بالطراد مع مرور الوقت.